السلام عليكم مشاهدي الكرام، حياكم الله في نشرتنا الجوية. أجواء مستقرة الليلة وأيضا درجات حرارة متفاوتة ما بين 33 إلى 37 درجة مئوية حاليا على معظم مناطق البلاد، مع رياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدل السرعة. سرعة الليلة تتراوح ما بين 6 إلى 30 كيلومتر بالساعة، لكن نشاط ملحوظ راح نلاحظه مع بداية ظهر يوم الغد وحالة من عدم الاستقرار. عاصفة ترابية متوقعة ابتداء من ظهر الغد، وأيضا انخفاض في الرؤية الأفقية أيضا المتوقع إلى ما دون 500 متر على بعض المناطق، قد تنعدم أيضا على بعض المناطق. أما الرؤية الأفقية حاليا على مدينة الكويت فهي ممتازة، تجاوز 10 كيلو مع رياح متقلبة الاتجاه إلى الشمالية سرعتها 6 كيلو متر بالساعة. درجة الحرارة حاليا 37 درجة مئوية، وأيضا الرطوبة النسبية متدنية حول 10%. أجواء مستقرة الليلة، تستمر معانا الرياح شمالية إلى شمالية غربية سرعتها من 6 إلى 30 كيلو متر بالساعة. درجات الحرارة منتصف هذه الليلة متفاوتة ما بين 28 إلى 31 درجة مئوية على معظم مناطق البلاد، وأجواء أيضا تكون معتدلة في الساعات الأولى من صباح الغد، لكن نشاط الرياح متوقع من ظهر يوم الغد، وأيضا أجواء غير مستقرة مع فرص لأيضا انخفاض الرؤية الأفقية إلى ما دون 500 متر. عاصفة ترابية متوقعة تتأثر فيها معظم مناطق البلاد، سرعة الرياح متفاوتة ما بين 20 إلى 55 كيلومتر بالساعة، قد تصل هباتها إلى أكثر من 60 و 65 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الساعة الثالثة عصرا متفاوتة ما بين 42 إلى 43 وقد تصل إلى 46 درجة مئوية على بعض المناطق. زحف الرمال أيضا وارد معنا مع نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية، وانخفاض في الرؤية الأفقية أيضا متوقع، وأيضا ارتفاع الأمواج أيضا متوقع أن يكون عالي، البحر عالي الموج، حالة البحر معتدل إلى عالي الموج، قد يصل ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 6 و 7 أقدام. تأجيل الأنشطة البحرية لسلامتكم مطلب مع نشاط الرياح المتوقع لنهار الغد. المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، أذان الفجر الساعة 3:21 دقيقة، شروق الشمس 5:52 دقيقة، غروب الشمس بمشيئة الله الساعة 6:38 دقيقة. أما الأجواء المتوقعة خلال 5 أيام القادمة، أجواء غير مستقرة لنهار يوم الأثنين، رياح شمالية وشمالية غربية نشطة السرعة قوية على بعض المناطق من 20 إلى 55 كيلومتر بالساعة. سرعة الرياح قد تصل هباتها إلى أكثر من 60 كيلومتر بالساعة. انخفاض الرؤية الأفقية وارد معانا، أيضا زحف الرمال على الطرق البرية وارد معانا مع نشاط هذا الرياح. 41 درجة مئوية لأعلى حرارة، 28 درجة مئوية لأدنى حرارة على مدينة الكويت، ويستمر معانا الغبار مساء يوم الاثنين حتى ساعات الاولى من صباح يوم الثلاثاء، يترسب تدريجيا خلال مساء يوم الاثنين، لكن يظل نشاط الرياح معنا يوم الاثنين مساء من 15 الى 45 كيلومتر بالساعه، ومن 10 الى 35 كيلومتر بالساعه يوم الثلاثاء، يترسب تدريجيا الغبار ان شاء الله مع بدايه نهار يوم الثلاثاء مع 39 درجه مئويه لاعلى حراره، 27 درجه مئويه لادنى حراره. تستمر معنا الاجواء والرياح الشماليه والشماليه الغربيه، تستقر الاجواء اكثر بمشيئة الله ابتداء من يوم الأربعاء مع درجات حرارة متفاوتة ما بين 39 إلى 41 درجة مئوية ليوم الجمعة، من 27 إلى 28 درجة مئوية لأدنى حرارة. فرص لبعض السحب العالية متوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجواء مشمسة معظم الوقت، رياح شمالية وشمالية غربية يوم الخميس والجمعة من 10 إلى 38 كيلومتر بالساعة. انتهينا نشرتنا الجوية، عودة للزملاء بعد درجات الحرارة والطقس المتوقع حول العالم.